تتواصل لقاءاتنا مع حضراتكم مع أبطالنا، ومعنا النهاردة نجم وبطل العرب وإفريقيا في ألعاب القوة، هو لاعب الأهلي والمنتخب مصطفى الجمل. يا صباح الخير يا كابتن، أهلا بحضرتك. منور الدنيا، أو كده كلام كده يبقى مقنع. كان معانا في الفقرة اللي قبل اللي فاتت بنوتة جميلة رقيقة الملامح، المفروض إنها بطلة في تسلق الجبال، فقعدنا نبص لها يمين وشمال من أي زاوية، بس كده كلام مقنع. كده الشكل العام ماشي مع رمي المطرقة. إشمعنى رمي المطرقة بالمناسبة؟ والله هي المطرقة جت معايا صدفة، يعني أنا كنت لعيب سباحة في الأهلي زمان، فأخويا الكبير كان لعيب ألعاب قوة مطرقة وكان بطل أفريقيا، فلحد ما دخلت مرة الملعب عنده وشفت اللعبة وشفت الأطفال اللي من سني، كان ساعتها عندي 12 سنة، وشفت الأطفال اللي من سني عايز ألعب زيهم، فقلت للمدرب كابتن عايز ألعب زيه، لا جسمك رفيع ما ينفعش، دي عايزة واحد جسمه جامد شوية. فضلت على الحال ده أسبوع أزن إن أنا عايز أجرب المطرقة، لحد ما راح مطلع لي مطرقة 2 كيلو صغيرة وقال لي يلا امسك اعمل مرجحة بس وسيبها. عملت مرجحة من غير دورانات طبعا، عملت مرجحة سبتها كسبت كل الأطفال اللي في سني. فقال لي بس خد تعالى، ده انت ما انت كده موهبة تعالى، وبدأت بقى اللعبة ساعتها. يعني هو عصب أكتر ولا إيه؟ لا هي تكنيك مع قوة، هي القوة المميزة بالسرعة. لعبة المطرقة هي قوة مميزة بالسرعة، يعني فيها لياقة، فيها حديد زي رفع الأثقال بالظبط، والرمي، فهي فيها كل حاجه. لا والتكنيكها مش سهل، تبدو الصوره سهله لكن في حقيقه الامر يعني مجرد اللفه اللي احنا شفناها في ختام تاني اصعب تكنيك في العاب القوه بعد القفز بالزانه. يعني هي المطرقه طبعا توافق عصبي عضلي، انت ازاي تقدر توفق بدخول المطرقه، ان هي زاويه باظت خلاص، ان في عندك قانون القفص انت بترمي فيه ده ليه فتحه معينه بطول معين في مقطع، فطبعا لو الزاويه من المطرقه وانا بدور باظت مني، يا هتخبط في القفص يا هتطلع بره المقطع بتاع الماتش. هل كان في مثل ليك اعلى كابتن مثلا محليا او عالميا هو اللي كان حافز ليك او هو اللي كان بيحببك اكتر في اللعبه يعني؟ دي تحديدا؟ لا والله بصي انا اقول لك على حاجه، انا ما بحطش لنفسي سقف او ان انا ده اخري، يعني انا كان زمان قبل ما اعدي اتخطى حاجز ال 80 متر انا قلت انا عمري ما هقدر اوصل لل 80 متر، بس طبعا مع التمرين كسرت حاجز التمرين 80 متر والحمد لله، كسرت رقم افريقيا اللي ما اتكسرش من حوالي فوق ال 20 سنه، كسرته بقى باسمي الحمد لله، ده بقى 7 سنين باسمي، رقم مصر وعرب وافريقيا وبطولات عربيه وبطولات افريقيه وبحر متوسط تضامن اسلامي، كل ده باسمي الحمد لله، وذهبيه البحر المتوسط وفضيتين كاس عالم الحمد لله. طيب يعني تحديدا يعني دونا عن بقيه العاب القوه، يمكن سباقات السرعه على اختلاف انواعها، شفنا ان في منطقه شمال افريقيا والمغرب العربي عموما عندهم تاريخ كبير قوي مع اللعبه دي، المغرب والجزائر اكتر بلدين يمكن في العالم العربي من ايام سعيد عويطه ويمكن قبل كده كمان. رمي المطرقه برضو في ابطال عندنا في مصر يرتقوا لمصاف النجوم العرب، احنا الحمد لله دلوقتي بقينا نمره واحد، احنا مصر عندنا كابتن خالد شوقي واخد احسن مدرب في افريقيا دلوقتي، عندنا الحمد لله يعني كنا في بطوله افريقيا 2018 اول ثاني ثالث من مصر، دورة العاب الافريقية 2019 اول ثاني ثالث من مصر في المطرقة، ايفنت المطرقة يعني دي ما حصلتش في التاريخ، وطبعا اتبعت جواب تهنئة للمدرب ان ده خد احسن مدرب في افريقيا، ان احنا بطولة افريقيا ناخد على منصة التتويج اول ثاني ثالث في بطولة ودورة وراها، فطبعا الحمد لله مصر هي يعني متزعمة للمطرقة الحمد لله دي فترة. هل في عنصر نسائي يا كابتن مصطفى ولا أكيد لا؟ اكيد موجود موجود، يعني كان في كابتن مروة حسين بس هي طبعا دلوقتي اعتزلت، مدربة موجودة في نادي الجيش، فكابتن مروه هي كانت صاحبه الرقم المصري والعربي 68 متر، وطبعا دلوقتي في اللي موجوده بتكسب مصر روان ايمن هي اللي جايبه فضيه اولمبيات الشباب، فلا العنصر النسائي موجود عندنا يعني اهو زي الفل. زي الفل. طب هل كان في بطوله معينه ما تتنسيش من زاويه ان انت فرهطت في المنافسه فيها، المتنافسين كانوا اقوياء جدا، المستوى كان عالي، او ان حتى حصلت يعني واقعة معينة خلت البطولة دي؟ في كل ماتش بيحصل حاجة، يعني في كل ماتش في ظروفه وليه حاجته، بس طبعا في كل ماتش بيحصل حاجة، يعني كان في كأس العالم، آخر كأس العالم 2018 أنا واخد فضية 2014 كأس العالم، كأس العالم أنا واخد فضية العالم 2014 ما شاء الله. في المغرب، وهي بتتعمل كل 4 سنين كأس العالم، فلعبت 2018 وكنت متمرن بس مش على كفاءة زي 2014، فكنت رايح ومسلمها لله وإن شاء الله خير، وكان عندي إصابة في رجلي ورحت يعني كان المفروض ما سافرش الماتش ده، والدكتور قال لي تروح تعمل العمليه في رجلي، بس انا اصريت ان انا لازم اسافر، وسافرت فعلا كاس العالم وغيروا القانون هناك، وطبعا بفضل ربنا الحمد لله ان انا عملت فضيه برده تاني،
كان الماتش ده ما يتنسيش في احداث معينه ان احنا عندنا المفروض سكور واحد في الماتش. لا، الماتش ده اتعمل بقانون جديد، كل يعني ثلاث محاولات بسكور ومحاولتين كل محاوله فيهم بسكور لوحده. فكانوا خلوا اول ثلاث محاولات ان انا العب على اللعيب اللي معايا في القاره، اللي هو انا معايا واحد من القاره من جنوب افريقيا، ماليش دعوه باوروبا ولا اسيا ولا امريكا، اللي هو انا لازم اكسب اللعيب اللي معايا. كسبت اللعيب اللي معايا، هخش واحد مننا هو اللي هيخش المحاوله الرابعه. وطبعا دخلت المحاوله الرابعه، لعبت بقى انا وكل واحد بقى من كل قاره، يعني احنا المفروض اربع قارات بنلعب، فثمان لعيبه، فالمحاوله الرابعه بياخدوا لعيب واحد من كل قاره، فطبعا كنا اربع لعيبه. دخلت المحاوله الرابعه انا رميت، بس ما كانش عيني على الرقم على الشاشه، فكنت انا رقم اربعه رميت فيهم، فطبعا انا كنت رامي 74، ما شفتش الكسور كام، وكان الاذربيجاني رامي 76، وكان المجري رامي 74 برضو ما اعرفش الكسور كام، والمكسيكي كان رامي 73، فانا دخلت رقم 4 فيهم ورميت 74. بس طبعا انا قلت خلاص انا كده اعتبر رقم 3، ان انا ما شفتش الكسور بتاعه المجري، بس طبعا ربنا طبعا فوق كل شيء، اتفاجئت ان انا معدي المجري ده ب 2 سم، انا رامي 74 19 وهو 74 17. اوكي، وبقيت انا الثاني عالم ورا بتاع اذربيجان، ودخلنا المحاوله الخامسه انا واذربيجان، بس فدي كان الموقف اللي ما تنسيش يعني. وبرده موقف تاني كان في افريقيا، ان انا كسبت في اخر محاوله ب 10 سم. كسبت اللي هو بطل افريقيا، كان في اخر محاوله، فطبعا دي من الحاجات اللي بتحرق شويه في الدم شويه. اخر محاوله دايما وشها حلو عليك زي الفل. يعني الحمد لله مش من مره، دي كذا مره يعني، حتى برده في كاس العالم، بس انا حسيت بيها في 2014 انا كنت كسبان اول عالم، لحد ما المجري عداني في اخر محاوله ب 10 سم. فاحنا عندنا السنتيات بتفرق، فهي دي بتحرق الدم شويه، ال 10 سم دي. فالحمد لله يعني. طب اي تحدي حابب يعني، دلوقتي ظهرت فكره ان ممكن اي رياضي يتحدى رياضي اخر في نفس اللعبه على السوشيال ميديا، وبعدين هل في اي تحدي على المستوى الودي يعني؟ دي بعيده شويه عن الموضوع. المطره لا، مفيش تحدي، مفيش فيها. طبعا ملعب مجهز، المطره وزنها 7 كيلو وربع. لا هو يعني على اساس حد يعني، ممكن انت في بلدك وهو في بلده، مش لازم. يعني اللي هو التحدي على السوشيال ميديا يعني، انت بتبقى بتتصور بتعمله دلوقتي. هو طبعا كل واحد برضه لازم هيبقى فيه، لازم حكام عشان ممكن اتحداه وهو يقول لك كسبت، لازم يكون فيه حكام. بتحصل، هي بتحصل. هي لسه ما حصلتش في المطرح يعني. بس ممكن نفكر في الموضوع ده على فكره. والله تبقى كويسه جدا فيه. وكترويج للسياحه، لان الحاجات دي الغرض منها اصلا، التحدي بيحصل اي حاجه على السوشيال ميديا الغرض منها في الاول في الاخر ترويج الرياضه او سياحه الرياضه كمان. صح صح. طيب رسالتك ايه اللي تحب تتوجه بيها لكل فرد من جماهير النادي الاهلي بشكل عام، مش بس المتابعين للنوع ده من الرياضه عموما، تحب تقول ايه لجمهور وعشاق النادي الاهلي؟ والله يعني انا يعني كنصيحه مني ولا اللي تحب تقول؟ يعني عايز تقولها بصيغه نصيحه، اتفضل عندك. لا انا احب اقولها للناس كلها يعني، اللي هي ما تحطش سقف ولا حد لطموحك يعني، دي مقوله انا ماشي بيها، ما بحبش احط لنفسي لا سقف ولا انا هقف هنا واخلص هنا، لا يعني انا دايما شايف ان مفيش سقف ليا يعني، طول ما انا بتمرن ان شاء الله هيبقى فيه زياده وتقدم. فدي يعني انا حاجه بحب انصح بيها للناس كلها، ان ما يحطش سقف لنفسه وحد لنفسه يقول انا اخري هنا، لا انا مكمل طول ما انا بتمرن، ربنا وراك ان شاء الله هتعمل كل حاجه كويسه ان شاء الله. جميل. انا هستاذنك ان احنا لسه نطلع سريعا نشوف تقرير نتعرف من خلاله على اخر الاستعدادات وايه اللي بيجرى داخل اروقه النادي الاهلي قبل مباراه اليوم. حضرتك نورتنا وشرفتنا، سعيدنا بوجودك معانا، وبتمنى لك المزيد من الترابط. يا رب ربنا يخليك. نورتنا يا كابتن مصطفى، شكرا لحضرتك.